Buongiorno, cari studenti e care studentesse, con voi Osama Fauzi, professore di italiano alla scuola di Helwan. Marco, signor Osama, النهارده facciamo un ripasso delle due unità, unità 3 e unità 4. هنراجع النهارده إن شاء الله مراجعة على الوحدة الثالثة والرابعة. نبدأ كده إن شاء الله مع بعض. Unità 3, lei che è benuen, le prove dove le facciamo, le prove aina naf'alha, le facciamo, le hina aida ala le prove, dell'inuen il-wahda il-talta. Nishuf kida muraja'a sari'a ala il-lessico, ba'd il-kalimat li zukra fi il-wahda il-talta. Andi fi'l convincere, yuqni'a. وطبعا الماضي بتاعه كونفينتو، لكن لو قلت فينشري بس يبقى يفوز او يكسب، والماضي بتاعه فينتو. اكومبانياري يعني يرافق او يصطحب، كامبانيا يعني الريف، ان ميزو الفيردي في وسط الخضره، البري اشجار، بيانتي زرع، فيوري أزهار، داري فاستيديو يعني يضايق، ترانكويليتا اي بوليتسيا الهدوء والنظافة، العمود الثاني ناتورا هي الطبيعة، بوني ابيتودني عادات جيدة، كاتيفي ابيتودني عادات سيئة، اسبارمياري يوفر، بروتيجيري يحمي، بوليري ينظف، ريفيوتي مخلفات، تاسونيتي صناديق القمامة، جيستيني اللي هي سلة المهملات. هنشوف كده مع بعض. الجراماتيكا خدنا في الوحدة الثالثة برونومي ديريتي كون إل بريزنتي، ضمائر المفعول به المباشر مع زمن المضارع. نشوف كده، نسترجع كده عن طريق حل بعض الأسئلة. عندي سارة مانجي الجيلاتو كون مي، هنقول سي نقط مانجو. هنا فين المفعول به في الجملة الأولى اللي عوض عنها بضمير مفعول في الجملة الثانية؟ طبعا بعد الفيربو مانجي تأكل، هنا إل جيلاتو مفرد مذكر، فبعوض عنه ب لي لو لا لي، هنعوض عنه طبعا المفرد المذكر هنا ب لو. السؤال الثاني، كوانتي ليبري ليجي اللانو، نقط ليجو مولتي، تبقى لي ني لي لو. هنا بقول كم كتاب هتقراه بتقراه في السنه، هنا بنقول عايز اقول هقرا منهم الكثير. هنا طبعا حددنا عدد، سواء في عدد او كميه، هو الضمير المفعول المناسب هو تاني واحد ني. طب السؤال الثالث، عندي راجاتسي في اكومبانيا ماركو سي، نقط accompagna لي تشي مي. هنا بنقول ايه يا اولاد، هيصطحبكم او هيرافقكم ماركو؟ هنقول نعم، هي ايه هيرافقنا احنا، يبقى هنحول في الى تشي اللي هي الاجابه الثالثه. كونوشي لي كانسوني ايطالياني نو نون، نقط كونوسكو، تعرف الاغاني الايطاليه، فين المفعول به هنا؟ طبعا بعد تعرف هنا يبقى ليه، هنا مفعول به جمع مؤنث، بينزل طبعا في الجملة جمع مؤنث كضمير فقط، يبقى ليه اللي هو الإجابة الأخيرة. أسكولتي لا كانسوني إيجيبسيانا سي لا لي لا لو أسكولتو، تسمع الأغاني أو الأغنية المصرية أو الموسيقى المصرية، المفروض يقول له اسمعها. هنا المفعول لا موسيقى ايجيبسيانا، هنا لا اعرفها انها مفرد مؤنث، فبعوض عنها طبعا دي لا.
تمام كده؟ دي كده كانت بعض الأمثلة في ضمائر المفعول المباشرة في زمن المضارع. ننتقل للمواقف السيتواسيوني ونشوف كده خدنا موقفين عكس بعض في الوحدة الثالثة، اللي هو اسبريميري جويا، بعبر عن الفرحة والسعادة. طبعا هنا في الحالة دي بنعمل نختار جمل تدل على البهجة والفرحة، زي تعبيرات ما بنقول كيبيلا سوربريزا، يا لها من مفاجأة جميلة، او كومبراتو او ميو بادري، والدي مي اكومبراتو اونو اوفو تشيلولاري، اشتري لي موبايل جديد، او اونا نوفا بتشيكليتا، كل ما يدل على السعادة. او ابيامو فينتو il concorso، احنا كسبنا المسابقة. اسبريميري راماريكو او ديس ابونتو، بعبر عن الحزن. فطبعا كل ما له جمل تدل على الحزن، زي ماناجا ابيامو بيرسو il concorso، احنا كسبنا المسابقة. او كبروتا نوتيتسيا، يا له من خبر سيء، نون ابيامو فينتو il concorso، احنا ما كسبناش المسابقة. او ابيامو ديمنتيكاتو لاريا كونديسيوناتا اتشيزا، ان احنا نسينا التكييف شغال. فكل ما يدل على الحزن. طيب نشوف اونيتا كواترو بعنوان لو سنتيتا، اللي ابوستروفو ثم عملنا اكوردو للبارتيشيبيو باساتو، عملنا تبعيه لاسم المفعول اللي هو سنتيتا، على الرغم من في فيربو افيري، عشان استخدمت ضمير المباشر اللي ابوستروف هنا، يبقى لو سنتيتا سمعتها، هنا عايده على لا كانسوني الاغنيه. طيب نشوف اهم الليسيكو، اهم المفردات، نبص لها كده يا اولاد مع بعض، نحاول نتذكر كده. سنتيري، فيرسي، فيرسيوني، كامبياري، سكاريكاري، ستامباري، cercare, mettere, vedere, raccontare, moderno, vecchio, passeggiata, ecologista, parlare di, amore, ambiente, collaborazione. شوف كده الكلمة الأولى sentire زي ascoltare كده، يعني يسمع، ودي ذكرت طبعا في العنوان أهو زي ما احنا شايفينها، بس جت في الباساتو بروسيمو لو سنتيتا. طيب فيرسي اللي هي كلمات الاغنيه، فيرسيوني يعني نسخه، كامبياري يغير، سكاريكاري يحمل، ستامباري يطبع، تشيركاري يبحث عن، متري والماضي ميسو، متري يعني يضع، فيديري يرى والماضي فيستو، راكونتاري يحكي، ديرنو حديث، فيكيو قديم، باسيجاتا تمشية أو جولة، إيكولوجيستا مهتم بالبيئة، بارلاري دي فعل مهم جدا يتحدث عن، أموري الحب، أمبيينتي البيئة، كولابوراسيوني تعاون أو مشاركة. وعندنا هنا كانت بتتكلم الأونيتا عن إن هما بيختاروا الأغنية وتناقشوا مع بعض، وعندي فعل برضو اسمه ديسكوتيري، خدناه قبل كده في الشرح، ديسكوتيري يعني يناقش، بيتناقشوا عن لا كانسوني او بيعملوا لا شيلتا دي لا كانسوني، اختيار الاغنيه هتكون موضوعها عن ايه، التيمه بتاعها عن ايه، او الارجومنتو بتاعها عن ايه. الجراماتيكا عندي خدنا برونومي ديريتي كون الباساتو بروسيمو، ضمائر المباشره مع الماضي المركب. نشوف كده الأمثلة عن طريق الحل، نتذكر مع بعض ونحدد المفعول به دايما في الجملة الأولانية، سواء جملة سؤال أو جملة عطف زي ما خدنا في الشرح قبل كده. عندي دا دوفي أي كومبراتو كويستا بيلا ماليتا، لي أو كومبراتي، لي أو كومبراتي، لو كومبراتو، لو كومبراتا دال تشينترو، من أين اشتريت هذا التيشيرت الجميل؟ طبعا هنا بعد اشتريت اي كومبراتو في مفعول به عندي اللي هو كويستا بيلا مالييتا، فهنا مفرد مؤنث طبعا بيبدا بكويستا، فطبعا مفرد مؤنث،
زي ما جت في العنوان عندنا، يبقى التعويض عنها بإيه؟ يا أولاد هتبقى إيه؟ آخر واحدة اللي أبوستروفو والبارتيتشيبيو باساتو هنا آخرها آه. يبقى لوكوم براتا. السؤال الثاني، كي آ إنفيتاتو فرانشيسكا لويجي؟ لآ إنفيتاتي، لآ إنفيتاتي، لآ إنفيتاتي، لو لا إنفيتاتا، وعندي هنا ماركو. هنا بس في 2 اختيارات زي بعض. هنشوف هنا المفعول هنا فرانشيسكا ولويجي، لويجي ده اسم ولد وفرانشيسكا يبقى هنا جمع مذكر، جمع المذكر هنا هنختار لي ا انفيتاتي. طب كي ا بورتاتو الكانو الكاني ا باسيجيو؟ كي ا بورتاتي لا بورتاتا لا بورتاتو كي ا بورتاتي كيارا. عندي هنا دايما المفعول هو دايما اللي بحدده بعد الفعل، الكاني هنا مفرد مذكر فبعوض عنه ب طبعا ال ابوستروفو والتصريف الثالث او اسم المفعول اخره حرف الاو، يبقى لاكم لا بورتاتو. اي فيستو ان فيلم ايري سيرا؟ نو نون لو فيستا ني او فيستو لو فيستو ني او فيستي. شفت الفيلم امبارح مساء؟ المفروض هنا ايه الفيلم هنا مفرد مذكر، يبقى عندي الاختيار ايه؟ الثالث لو فيستو. اي سنتيتو لي كانسوني؟ نو نون لي او سنتيتي لي او سنتيتو لي او سنتيتي لي او سنتيتي. عندي المفعول به هنا طبعا لي كانسوني هنا جمع مؤنث فبالتالي بعوض عنها ب جمع المؤنث الاجابه الثالثه عشان اعمل اكوردو اللي هي التبعيه، يبقى لي او سنتيتي الاجابه السادسه. نشوف بعد كده خدنا سيتواسيوني المواقف في الوحده الرابعه، 4 مواقف. كيدري ايوتو او كولابوراسيوني يعني بيطلب مساعده او مشاركه، اوفريري ايوتو وممكن نقول برضو كولابوراسيوني بيقدم او بيعرض مساعده، اتشيتاري ايوتو بيقبل المساعده، ريفيوتاري ايوتو بيقبل المساعده، ممكن اقول برضو كولابوراسيوني مع الاربعه كلهم. لما نقول كيدري ايوتو كل ما يدل على ان انا بطلب المساعده، زي عندنا امثله مشهوره جدا شرحت قبل كده، عندي زي بوي دارمي ونامانو يعني تستطيع حضرتك تستطيع انك تساعدني، او بوتيتي دارمي ونامانو تقدروا تساعدوني، او ممكن اقول ايه كمان، ممكن اقول انا محتاج مساعده يا ماركو مثلا، بنادي على واحد بقول له ماركو او بيزونيو دي اون ايوتو، انا محتاج مساعده. طيب اوفريري ايوتو انا اللي بعرض بقى المساعده، هقول له ايه زي حاجات مشهوره جدا خدناها، فكروا كده معايا. هنقول ايه؟ بوسو ايوتارتي استطيع اساعدك، او ممكن اقولها اجمع بقول بوسيامو ايوتارفي ممكن نساعدكم، او اي بيزونيو دي اون ايوتو هل محتاج حضرتك مساعده، او لابوسو ايوتاري ممكن اساعد حضرتك. طب اتشيتاري ايوتو عندي تعبيرات كتير زي ممكن اقول بيركينو لا، او سي مي بياتشي، او سي جراتسي، سي اي اونا بونا ايديا، او فولنتيري طبعا مشهوره جدا فولنتيري بكل سرور. ريفيوتاري ايوتو برفض المساعده ممكن اقول له نو جراتسي، او ميدز بياتشي يؤسفني، او نون مي بياتشي لا يعجبني، ممكن اقول كمان مشهوره جدا بورتروبو للاسف. اعتقد ليه امتحان كده شامل على اونيتاب 3 و4، وبرده هنلاقي بعض الحاجات اللي موجوده طبعا في لاونيتاب بريتشيدنتي في الوحدات السابقه عشان يبقى امتحان متكامل. تعالوا نقرا مع بعض الكومبرنسيوني التست اللي قدامنا دوت. كارو دينو كوم ستاي؟ سبيرو كي توتو بيني. ساي كي ييري سونو انداتو ان كامبانيا اسيستو فيورنتينو بير لي بروفي؟ Sono andato con tutti i miei amici. Le prove cominceranno fra 2 giorni. Perché dobbiamo essere in forma per il concorso a luglio prossimo? Il concorso sarà della musica e Alessia sarà no la nostra cantante. Lei canterà una bella canzone di Ligabue. La settimana prossima tornerò in città per comprare qualcosa e fare le spese per i miei colleghi. Comprerò i vestiti necessari per il gruppo e le frutte
e altre verdure per mangiare durante le prove. Un saluto, Paolo. فكروا كده يا اولاد كده معايا في الترجمة، دقيقتين بصوا كده مع بعض عشان نبدأ الأسئلة. نبدأ كده في الأسئلة. عندي السؤال الأول، كواندو باولو اي انداتو ان كامبانيا؟ اون جورنو فا، اونا سيتيمانا فا، اون ميزي فا، دوي جورني فا. نرجع كده للقطعة. طبعا هنا باين السؤال في السطر الأول إن هو قال ييري، يعني ييري أمس امبارح. طب امبارح هنا هتساوي إيه من دول؟ يبقى منذ يوم، هتبقى الإجابة الأولى اون جورنو فا. طب كي كانترا نيل كونكورسو؟ مين هيغني في المسابقة؟ تعالوا نشوف كده مين هنا قال اللي هتكون المغنية بتاعتنا؟ السطر طبعا من البوست، طبعا السطر الرابع اللي هي أليسيا سارالا كانتانتي. يبقى نشوف هنا أليسيا سارالا كانتانتي، يبقى هنا الإجابة الثانية أليسيا. بيركي باولو تورنيرا إن شيتا؟ باولو هنا هيروح المدينة ليه وهيرجع ليه؟ علشان يعمل سبيزي، فقري سبيزي وهيشتري حاجات. طبعا هنا هيبقى بير مانجاري، بير فاري لو سبورت، بير فاري سبيزي، بير فاري بروفي. يبقى هنا هنعمل بير فاري سبيزي. دوفي سي تروفا سيستو فيورنتينو؟ موجودة فين سيستو فيورنتينو أصلا حتى كمعلومة في المنهج عندنا؟ موجودة أكيد، حتى هو قال وكان بيتكلم إن هو كان فين موجود. إن شيتا، إن مونتانيا، مونتانيا يعني الجبل، إن كامبانيا، إن أونيزولا في جزيرة. يبقى هنا كان في الريف إن كامبانيا. باولو إي أنداتو بير فاري لبروفي إن كامبانيا؟ كون إنسينيانتي دا سولو، كون السوي جينيتوري، كون السوي كومباني. هو كان مع مين هنا في الريف؟ يبقى هنا كان مع اصحابه في السطر الثاني. سونو انداتو كون توتي اي ميي اميتشي. يبقى هنا بتساوي هنا طبعا السؤال الاخير كون السوي كومباني. كواندو سارا il concorso؟ durante l'anno scolastico، in vacanze، fra 7 giorni، fra 2 mesi. طبعا هنا الكونكورسو كانت هتبدأ امتى؟ شوف تاني كده، بنقول هنا متى ستكون المسابقة؟ يبقى هنا احنا قلنا هنا المسابقة هتبقى في لوليو، طبعا شهر لوليو دوت في الأجازة، يبقى هنا هنقول in vacancy في الأجهزة. عندي القطعة الثانية هقراها كده مع بعض، نقراها كده عشان نقدر نفهمها. دينو هنا اللي بيتكلم، تشاو اتوتي اون جراتسي اتوتي اي مليوني دي فانز ديلا نوسترا باند كي تشي سيجونو اي فوليونو سابيري لي اولتيمي نوتيزيي ديلا باند اي ديلي بروفي. Ora vi informo che tutto procede bene e presto cominceremo le prove. Probabilmente le faremo nella casa dei miei genitori in campagna. Per non dare fastidio a nessuno e così anche gli altri gruppi non potranno sapere quale canzone canteremo. Certo, neanche noi lo sappiamo ancora. La canzone la dobbiamo ancora scegliere. La casa si trova vicino a Sesto Fiorentino e non è facile andarci. Spero che ci porterà mio padre. Sono quasi sicuro che lo vincerò, convincerò. Non credo che avrà problemi se usiamo la sua vecchia tastiera. Per il momento è tutto.
Spero di avere presto altre notizie. Sì. Se può che da dei tempi siamo a te da mamma. طب نبدأ كده في السؤال الأول. عندي هنا كي فول سابيري لي اولتيمي نوتيزي ديلا باند دي دينو. مين هنا عايز يعرف الأخبار الأخيرة للفرقة بتاعة دينو؟ I genitori di Dino, gli insegnanti degli studenti, i milioni di fans, nessuno. طبعا كانت واضحة في أول البوست هنا، كان نشوفها كده مع بعض، كانت إيه هنا في السطر الأول اللي كانوا عايزين يعرفوا سابير اللي قلت من نوتيتسي الأخبار الأخيرة، كان إي ميليوني دي فانز. طبعا الإجابة الثالثة إي ميليوني دي فانز. لا باند دي دينو أجاكو من شاتو لي بروفي comincerà le prove fra un anno, comincerà le prove fra poco, non farà le prove. هيبدأوا امتى البروفات مثلا؟ هم قالوا هم عايزين يختاروا الأغنية مثلا، مش عارفين لسه الأغنية هتبقى ايه. هما قالوا في اول السطر الثالث ايه كومينشيريمو لي بروفي، بس كان قبلها بريستو، يعني قريب يعني في الوقت الاقرب وقت بريستو. فهنا هيبداوها بعد قليل كومينشيرا لي بروفي فرا بوكو، بعد قليل. كي بورترا لا باند اسيستو فيورنتينو دينو لا سوا ماما سو بادري الفانس. مين هنا اللي هيصطحب الفرقة إلى سيسكو فيورنتينو؟ تعالوا نشوف كده مع بعض تاني. ميو بادري، هنا دينو كان بيتكلم فبقول ميو بادري. فهنا هنقول إيه؟ سو بادري الإجابة التانية. طيب السؤال الرابع، فاري لي بروفي ان كامبانيا اي اون ايديا دي دينو دي سواي جينيتوري دي فانس دي نسونو. هنا الفكره ان هو يعملوا البروفات كانت فكره مين؟ كان فكره طبعا دينو لان هو صاحب البوست. لا باند اوزا لا فيكيا تاستيرا، هيستخدم الاورج القديم بتاع مين؟ دي البادري دي دينو دي باولو دي اونالترو، كان هيبقى بتاع والد باولو del padre. La band di Dino sa quale canzone canterà? Non sa fare niente, non sa ancora quale canzone canterà, avrà problemi con la canzone. طبعا هنا الفرقه بتاع دينو ما كانتش لسه عارفه الاغنيه اللي هيغنوها ايه، يبقى non sa ancora quale canzone canterà. طيب نشوف كده المواقف في اول اربعه، ممكن حضراتكم تقروها كده مع بعض دقيقتين، نشوف وحطوا الإجابات كده في بورتروبو نون بوسو أيوتارتي فولنتيري. هنا لما برفض مشاركة هقول إيه؟ أكيد طبعا هقول للأسف مش هقدر، يبقى بورتروبو نون بوسو أيوتارتي. كواندو ديكو نونو نيل فيني سيتيمانا فيرو أتروفارتي، إيو فاتشو بروميسي بروجيتي بريفيزيوني إيبوتيزي. بقول لي يا جدي في نهاية الأسبوع حاجة أشوفك، يبقى أنا كده بوعده يا جماعة. يبقى بروميسي. ديكو كي بيلا سوربريزا، ميو بادري مي ها كومبراتو أون نوفو تشيلولاري، كواندو إسبريمو راماريكو دوبيو باريري جويا. طبعا هنا باين التعبير بيدل عن الفرحة. يبقى جويا آخر واحد. كواندو كونفيرمو كوالكوزا ديكو، لما بأكد على حاجة بنقول إيه؟ Dico sul serio che Andrea verrà con noi. Ma sul serio dici che verrà anche lui? Ma dai, dobbiamo divertirci. Ma veramente che lui verrà con noi? طبعا هنا بنأكد، يبقى الإجابة الأولى
dico sul serio che Andrea verrà con noi. شوف الأربع مواقف التانية، هسيبكم دقيقة أو دقيقتين على الأكثر، اقروا وحددوا الإجابات كده في دماغكم. طيب نشوف كده السؤال 5. ديكو اتشيدنتي نون تروفو لي كيافي دي كازا كواندو، يعني ياه معقولة ده انا مش لاقي المفاتيح بتاعة البيت؟ يبقى ده تعبير عن الحزن، يبقى الإجابة الثالثة is primo disappunto. ديكو أليسيا سارا انداتا كازا إيو فاتشو، يا أليسيا كده شكلها راحت البيت يعني، يبقى أنا كده بخمن، يبقى الإجابة الثالثة برضو ايبوتيزي. Quando esprimo rammarico, dico. طبعا هنا هتبقى الإجابة برضو الثالثة. Peccato, ho dimenticato il mio cellulare nell'autobus. Quando chiedo l'aiuto, dico. تبقى الإجابة الثالثة برضو. Mi puoi dare una mano? طيب عندي 9 و10، هسيبكم كده نص دقيقة، فكروا فيهم كده وبعد كده نشوف الحل مع بعض. Dico credo che domani piovirà. Quando faccio? هنا previsioni e توقعات. 11 و12، هسيبكم برضه نص دقيقة كده أو دقيقة. سؤال 11، ديكو أليسيا سارا انداتا كازا يو فاتشو، يبقى ايبوتيزي. كواندو اسبريمو راماريكو، يبقى بيكاتو ديمنتيكاتو il mio cellulare nell'autobus. طب نشوف بقى سؤال الجراماتيكا 1 و2. الأول عندي راجاتسي كوانتي بيتشيكليتي افيتي، ليه لي دي بس غلطة، المفروض تبقى لا ولا ني، ابيامو دوي. هنا حدد طبعا ان احنا عندنا 2، هيبقى هنا في تجزئه ان انا عندي منهم 2، يبقى عني اخر واحد. تي بياتشي جواردار اي بروجرامي سبورتيفي سي لو لي لي ني جواردو سيمبري، يبقى فين هنا المفعول به يا اولاد؟ طبعا هنا اي بروجرامي جمع مذكر، يبقى هنعوض عنه بأني ضمير في جمع المذكر؟ يبقى الاجابه الثانيه لي. شوف السؤال الثالث والرابع، اسيبكم برضو نص دقيقة كده فكروا معايا اقروا. السؤال الثالث، جوليا اي اسكولتاتو لنوفي لا كانسوني دي نت، طبعا هنا كانسوني اخرها اي مفروض سي نقط توتي، ان انا هنا عايز اقول ان انا سمعتها كلها اللي هي لنوفي كانسوني، هنا جمع مؤنث وهنا في الباساتو طبعا هتبقى طبعا الاجابه الثالثه اللي هو اسكولتاتو. بروفيسوري لو لا لا تي بريجو دي فينيري كون نوي al concerto di oggi، هنا صيغه احترام طبعا، بقول له اترجى حضرتك انك تيجي معانا الى حفله النهارده، وهنا ال لازم تكون مايوسكولا تكون كابيتال، تبقى الاجابه الثالثه لا. طب السؤال الخامس والسادس هسيبكم برضو دقيقه كده فكروا.
طبعا خمسة عندي او كومبراتو كويستي ليبري اي لي اوليتي لي اوليتي لوليتو لوليتا فراتري جوني. اشتريت هذه الكتب، هنا جمع مذكر وهنا قريتها، بس هنا هنقول تري جورني فا منذ 3 ايام قريتها، يبقى هنا هنقول الكتب هنا جمع مذكر، هتبقى الاجابه الاولى لي اوليتي. كوانتي بتشيكليتي اي نقط اون سولو دوي، يبقى هنا طبعا في عدد وكميه او عدد او كميه عامه، يبقى ني الاجابه الاخيره. طب سؤال 7 و8، فين المفعول به في الجمله الاولى؟ نحدده مع بعض. نوي كومبريامو اون مليوني ايه اندوسيامو الله فيستا. طبعا هنا اون مليوني مفرد مذكر، هعوض عنه هنا في البريزنت في زمن المضارع اندوسيامو، يبقى لو الاجابه الاولى. ساي كواندو دينو اي انداتو اللارجو سي سو، انا عارف ان هو يعني امتى راح اللاجو البحيره. فطبعا فعل صبيري بيعوض عن جمله كامله، بنحط دايما الضمير يا اولاد، بنحط انهي ضمير يعوض عن فعل يعرف، يبقى له الاجابه الثالثه. نشوف 9 و10 كده، فكروا فيها. طبعا هنا جبنا بقى عن الوحده الاولى والثانيه في الدراماتيك عشان كله نربط الامتحان بيبقى شكل عام وشامل على كل الوحدات اللي راجعنا عليها حتى الان. أليسيا سايكيلي نوستري كومباني أندراي أندرا أندرانو أندريتي ألماري، يبقى فين هنا الفعل الحقيقي اللي أنا هصرف فيه الفيربو في زمن الفوتورو سيمبليتشي؟ عندي هنا الفاعل اللي هو اللي نوستري كومباني زميلتنا، يبقى هنا جمع يبقى عوض عنها بلورو، يبقى في الفوتورو سيمبليتشي لما أجي أصرف مع لورو يبقى هنختار الإجابة الثالثة أندران. Appena le zie saremo arrivati, saranno arrivati, sarete arrivati, sarà arrivata a casa nostra, festeggeremo. يبقى بعد appena هيجي هنا مستقبل مركب، هو جاب لي كل الاختيارات مستقبل مركب. هصرف مع le zie هنا جمع يبقى loro، هتبقى saranno arrivati. سؤال 11 و12، ديكو كومبرا الديسكو ديلا كانتانتي انجليزي اي لا لو ليلي سنتي دوماني اكازا، يبقى دينو هيشتري هنا الديسكو ديلا كانتانتي انجليزي، هيشتري الاسطوانه، يبقى هنا ده جمع مفرد مذكر هنا المفعول والجمله مضارع، وهنعوض عنها في الجمله الثانيه ودي جمله عطف ايه وهيسمعها، يبقى هنا عايده على الديسكو مفرد مذكر، يبقى الاجابه عندي هنا هتبقى لو. بروف ماريا اندراي اندرا اندريمو اي انداتا على نيجوتسيو كون نوي دوماني ماتينا، يا استاذه ماريا حضرتك سوف تذهبي الى المحل معانا بكره الصبح، يبقى انا هصرف الفعل هنا مع صيغه الاحترام اللي هي لي، يبقى الاجابه الثانيه اندرا. كده انتهينا من مراجعة الوحدة الثالثة والرابعة، شكرا لكم أبناء الطلبة.